كثيرا من الأحيان أحتاج لإرسال رسالة نصية مكتوبة بخط اليد أو حتى مطبوعة باستخدام الكمبيوتر، ولكن في نفس الوقت أحتاج أن تحمل هذه الرسالة توقيعي الخاص وشعاري الخاص وتصميمي الخاص الذي يميزني عن غيري. لذلك في الفيديو ده إن شاء الله بقدم لحضراتكم أبسط طريقة لتصميم الأوراق الخاصة بخطابات العمل الرسمية، وكل التفاصيل إن شاء الله المطلوبة عن هذه التصميمات سوف أوضحها لحضراتكم بالتفصيل الكامل في هذا الفيديو. ولكن اولا يا جماعة خليني اقول لكم اهلا بكم في قناة انفولوجي التعليمية، انا محمد حامد، تابعوني. طيب يا جماعة قبل ما أبدأ في تفاصيل الفيديو الخاص باليوم، أحب ألفت انتباه حضراتكم إن إحنا في قناة انفولوجيا التعليمية نقدم كل ما هو هادف وكل ما هو نافع، لذلك كنت أتمنى من حضراتكم دعم هذه القناة الطيبة بالاشتراك فيها ونشر الفيديوهات الخاصة بها للأصدقاء والأحباب حتى أستمر في تقديم هذا المحتوى النافع الهادف لكل ربوع الوطن العربي ونكمل على بركة الله. وأول خطوة نبدأ نعملها مع بعض يا جماعة إن شاء الله حتى نستطيع تصميم الأوراق الخاصة بخطاب العمل الرسمية، ان احنا بنيجي نفتح برنامج الوورد الموجود عندنا على جهاز الكمبيوتر، بعد كده بنروح على قائمة لاي اوت اي تخطيط، بعد كده بنروح على المارجنز اللي هي الهوامش، وبعدين نختار الهوامش الضيقة كما ترون الان، بعد كده بنروح على السايز اللي هو الحجم ونتأكد ان حجم الورقة هيكون A4 ان شاء الله. بعد كده يا جماعة بنروح على قائمة انسرت يعني ادراج، شيبس يعني اشكال، وبعدين ناخد الريكتانجل اللي هو المستطيل ونبدأ بكل بساطة نرسم مستطيل كما ترون الان بهذا الحجم كما ترون الان. فبعد كده يا جماعة لما نرسم المستطيل كما ترون الان وانقر على المستطيل بتجي لي قائمه جديده اسمها شيب فورمات، انقر عليها، بنروح على الشيب اوت لاين ونقول نو اوت لاين عشان احنا مش عايزين اللون للحواف الخارجيه. بعد كده بنبدا نعبي الشكل ده باي لون احنا عايزينه، لو حضرتك ما لقيتش اللون اللي انت عايزه هنا بتروح على مور في الكالرز، بعد كده بتبدا تختار الدرجه اللونيه ودرجه يعني غمقان اللون من هنا بكل بساطه، تضغط على كلمه اوكي. بعد كده هنا معلومه مهمه جدا جدا، تيجي رايت كليك على الشكل وبعدين تختار حاجه اسمها اديت بوينتس، لو ما لقيتش الاوبشن ده موجود في القائمه اللي هتيجي بيه النقر بالزر الايمن الفاره، بنقدر نجيبه بكل بساطه ان احنا بنروح على شيب فورمات وبعدين على انسرت شيبس، وبعدين بنلاقي الاوبشن هنا يا جماعه اللي هو الايديت بوينتس اللي هو تحرير النقاط، ولكن انا اختصارا للوقت هستعمل الاوبشن ده من القائمه المختصره كما ترون الان. اول ما بنقر على الاوبشن ده يا جماعه بيجي لي اربعه نقاط في الكورنرز الخاصه بالتصميم كما ترون الان، لما بنقر على اي نقطه كده يا جماعه من النقاط الاربعه الموجوده في الكورنرز بيظهر لي مقبضين، مقبض على اتجاه اليمين ومقبض على اتجاه اليسار. بكل بساطة خليني انقر الاول على النقطة ارفعها لفوق قليلا كما ترون الان، بكل بساطة من خلال المقبض ده ابدأ اتحكم فيه يعني درجة انحناء التصميم كما ترون الان. بنروح على النقطة اللي هنا ايضا ومن خلال المقبض ده نبدأ ننزل لتحت قليلا حتى نعطي يعني مساحة كافية لهذا الاتجاه لان هنكتب فيه بعض الاشياء ان شاء الله كما ساوضح لاحقا في هذا الفيديو باذن الله تعالى. ممتاز جدا، بعد كده بنروح على قائمة insert بعدين shapes وبعدين نرسم ايضا مستطيل اخر مرة ثانية كما ترون الان، وبعد ما نرسم المستطيل كده يا جماعة نبدأ ايضا نروح على shape format shape outline، نقول no outline مش عايزين لون للحواف الخارجية، وابدأ بقى عبي الشكل ده اي لون انت عايزه كما ترون الان. طبعا يا جماعه الالوان والتصميمات والانحناءات دي ترجع لحضراتكم، حضراتكم بقى ابداوا يعني خدوا مني الفكره وابداوا بقى ابدعوا في المخرجات النهائيه ان شاء الله. بنيجي رايت كليك على الشكل الجديد اديت بوينتس بيجيب لي ايضا نفس نقاط التحرير، انقر على النقطه دي وابدا ارفعها قليلا الى الخط الخاص بالتصميم الاخر اللي هو التصميم ده كما ترون الان، بعد كده بروح على شيب فورمات وبعدين اعمل ارسال للخلف ساند باك ووردز كما ترون الان. بكل بساطه اجي على النقطة دي أيضا كما ترون الآن ومن خلال المقبض ده أبدأ أتحكم فيه يعني درجة انحناء يعني الشكل الجديد كما ترون الآن. لو حضراتكم لاحظين الانحناء من هنا مظبوط ولكن من هنا مش مظبوط، فهنقر على النقطة دي ومن خلال المقبض ده أبدأ أيضا أتحكم في درجة الانحناء بتكون يعني بحيث تكون ظاهرة تدريجيا كما ترون الآن. بكل بساطة بنفس الطريقة يا جماعة أروح على قائمة insert مرة تانية shapes وأخد أيضا المستطيل مرة تانية كما ترون الآن، وأبدأ أيضا أرسم لي يعني مستطيل
الاخر بنفس الكيفيه وبنفس الايه وبنفس النظام. ابدا بقى عبيه باللون اللي انت عايزه. انا في التصميم ده او في الشكل ده هعبيه باللون الاخضر والنو اوت لاين. طبعا مش عايزين لون حافه خارجيه. رايت كليك اديت بوينتس تحرير النقاط. ابدا ارفع النقطه دي كما اتفقنا سابقا للنقطه الخاصه بالتصميم، وهنا ابدا ارسل الشكل ده للخلف. ولكن خلي بالكم هنا هرسله مرتين، واحد اتنين. ليه؟ لان لازم ارسله خلف الشكل الاساسي والشكل الاصفر ده. ابدا انقر على النقطه دي من هنا بكل بساطه، ومن خلال المقبض ده ابدا ايضا اتحكم في ايه؟ في شكل الانحناء كما ترون الان. ومن النقطه دي ايضا ابدا اتحكم في الانحناء بحيث يظهر وكانه يخرج تدريجيا كما ترون الان. طبعا الشكل ده كبير قليلا عن الشكل الثاني، فهبدا انقر على الشكل الثاني ده اديت بوينتس اللي هو تحرير النقاط، وابدا بكل بساطه انزل بالتصميم اللي هو لونه اخضر قليلا الى اتجاه الاسفل كما ترون الان. بعد كده بروح على قائمه انسرت شيبس اشكال، وبعدين اخد الاوفل تول اللي هو الشكل البيضاوي، وابدا ارسم لي يا جماعه دايره. ولكن هنا مهم، معلومه مهمه جدا، لو رسمت كده بدون انك تضغط على مفتاح شيفت بيرسم لك شكل بيضاوي غير متساوي الاقطار. ولكن شوفوا لما بنكر على شيفت فقط بيرسم لي دائره متساويه الاقطار. ابدا ارسم الدايره بكل بساطه باستعمال مفتاح شيفت. بعد ما بنرسم الدايره يا جماعه بنيجي نعبيها باللون الابيض من هنا والنو اوت لاين. طبعا مش عايزين لون للحافه الخارجيه كما ترون الان. بعد كده بقى لو حضرتك شغال في مكتب او في شركه او في مؤسسه تعليميه او حتى شغل خاص بحضرتك، لازم يكون عندك لوجو للمؤسسه اللي حضرتك شغال فيها او حتى لوجو لحضرتك. فطبعا انا هنا هبدا يعني اعمل ادراج لاي لوجو كده على سبيل الشرح فقط كما ترون الان. هبدا استعمل اللوجو ده يا جماعه انسرت بكل بساطه. لما اللوجو بينزل اروح على كلمه راب تكست، وهو متحدد كده راب تكست اللي هي بتيجي من بيكتشر فورمات، واخد حاجه اسمها ان فرونت اوف تكست. طب ليه؟ عشان لما بنكر عليه مش بيتحرك معايا، تمام؟ انما لما اعمله ان فرونت اوف تكست كده يبدا يتحرك معايا لكل الاتجاهات. ابدا اصغر اللوجو بتاعي بكل بساطه كما ترون الان كده يا جماعه بكل بساطه، وابدا احطه في الدايره اللي احنا عملناها. وباستعمال الاسهم يا جماعه اقدر انزل لتحت شويه اطلع لفوق شويه كما ترون الان. ممتاز جدا. بعد كده بروح على قائمه انسرت يا جماعه اللي هي ادراج، وبعدين اخد الوورد ارت. شايفين الوورد ارت دي؟ وبعدين اخد الحرف الاول ده كده، وبعدين هو بيدرج لي تلقائيا مربع خاص بالنص كما ترون الان. هاجي على قائمه هوم وانكر على الاوبشن ده اللي هو بيزيل التنسيقات من مربع النص، وبيكون مربع نص عادي ولكن بدون خلفيه كما ترون الان. هنا بقى يا جماعه هبدا اكتب طبعا المؤسسه اللي انا شغال فيها او المدرسه اللي انا شغال فيها، او انا دكتور هكتب اسم عيادتي، هكتب اسمي. ابداوا بقى اكتبوا الشيء الخاص بالتصميم ده. انا هكتب هنا مثلا كلمه ستارز مثلا انترناشونال سكولز، على سبيل ان احنا مثلا بنعمل تصميم لمدرسه على سبيل المثال. وما تنساش انك تعمل الحرف الاول كابيتال من كل كلمه. ابدا بقى كبر بكل بساطه. التنسيقات بقى العاديه اللي بترجع من يعني بتختلف من شخص للتاني كما ترون الان. الالوان بقى خليك ذكي في الالوان، الالوان لازم تكون لها علاقه بالتصميم او تكون الوان من ضمن التصميم. فانا هختار نفس اللون اللي احنا يعني حطيناه للتصميم وهو ده، بحيث يكون متناسق مع الشكل، واخليه بولد واكبره يعني قليلا كما ترون الان. ممتاز جدا جدا. يبقى انا كده مثلا عملت مدرسه النجوم العالميه مثلا يعني، تمام؟ طيب خليها بكل بساطه لازم يكون الاسم ده تحته خط، فهنحطه اندرلاين من هنا كده. تعال انقر على الحافه الخارجيه للتصميم من هنا اللي هو الشكل مربع النص، كنترول دي عشان تاخد منه نسخه. ابدا حط طبعا المربع الثاني هنا، وابدا اكتب بقى الحاجه الجديده. انا هكتب مثلا اي اس تي اللي هي استابلشت، تم انشائها يعني سنه كام. هكتب 2018، وهبدا اخلي دي باللون الابيض. طبعا الالوان يعني كما قلت سابقا والانحناءات والتنسيقات والاشياء دي كلها بترجع لحضرتك انت، تمام؟ ممتاز جدا كده تم انشائه سنه 2018. كنترول دي كمان مره عشان اخد منها نسخه، وابدا احط هنا يا جماعه رقم التليفون. انا بفضل ان انا احط هنا رقم التليفون، في بعض الناس بيفضلوا يحطوا رقم التليفون في الاسفل، ولكن انا بفضل احطه فوق كده بكل بساطه. طبعا دي ارقام عشوائيه، دبل كليك كده وبعدين ابدا اصغر رقم التليفون قليلا. ولكن يا جماعه هنا نقطه مهمه جدا، خليك ذكي. ليه؟ طب خليني اشرح لحضراتكم. بتيجي على الشعار ده وتضغط عليه، وبعدين كنترول دي من لوحه المفاتيح خد منه نسخه. خلينا اصغر نطاق العرض من هنا شويه، وتعالى على الشعار ده كبره وخليه في منتصف التصميم كده كما ترون الان. طيب اللون بتاعه طاغي شويه على التصميم، يعني لو جيت اكتب في قلب التصميم ده شيء يعني مش هيبان من اللوجو. فتيجي على اللوجو رايت كليك، وبعدين فورمات بيكتشرز من هنا، وخد الاوبشن الاخير اللي هو ده، وبعدين خد حاجه اسمها بيكتشر ترانسبيرنسي اللي هي درجه شفافيه التصميم او اللوجو يعني، وبعدين ابدا خليها وليكن 96، تمام؟ اللوجو باين ولكن غير مؤثر على التصميم. واقدر اكتب بكل بساطه ان حضراتكم بتشوفوا الاشياء ديت فين في الروشته الخاصه بالطبيب والاشياء دي. طيب رائع جدا. ايضا
ممكن تعطي للتصميم بتاعك لمسة احترافية تدل على احتراف التصميم، ودي ايضا ترجع لحضراتكم، ممكن تعملها وممكن ما تعملهاش. خلينا اعملها، بتيجي من هنا بكل بساطة تبدأ ترسم لك مستطيل كده بكل بساطة، طبعا نو اوت لاين زي ما اتفقنا، وابدأ اعبيه بنفس الالوان اللي احنا خدناها فوق. ده اللون الاول، رايت كليك، وبعدين edit points، وتعالى على النقطة دي، النقطة دي رايت كليك عليها وخد delete points، انا كده حذفت نقطة، تمام. انقر على النقطة دي، ومن خلال المقبض ابدأ بقى يعني يتحكم في الشكل كده كما ترون الآن، وتعالى ايضا على النقطة دي، ومن المقبض الثاني ابدأ يعني ايه اتحكم في الشكل كده، ممتاز ممتاز جدا. انقر على الشكل مرة تانية وكنترول دي عشان ياخد لك منه نسخة، وابدأ ايضا عبيه باللون الثاني، ده كان اللون الثاني اللي هو اللون الاصفر، تمام، بنفس الترتيب كده، تمام. بعد كده ابدأ ارفع التصميم قليلا كده، طلعه لبره، وبعدين ارسله للخلف. شفتوا انا عملت ايه يا جماعه؟ وبالاسهم ابدا انزله لتحت شويه كده، تمام. كنترول دي كمان مره عشان ياخد منه كمان نسخه، تمام. ابدا ارفعه لفوق شويه اهو، وبعدين طلعه لبره، وبعدين ايضا ارسله للايه، للخلف مرتين كده، تمام. وابدا اعبيه باللون الثالث اللي هو هيكون اللون الاخضر، وبالاسهم كده ايضا ابدا انزل قليلا بحيث يكون الاشكال متناسقه كده. خلينا انقر على الاصفر ده وانزله شويه، وانقر على الاخضر ده ايضا وانزله شويه كده بكل بساطه يا جماعه، والشكل الاساسي ده انزله لتحت شويه، وابدا بقى طبعا التنسيقات دي بترجع لحضراتكم يعني، واللمسات الفنيه ديت بترجع لحضراتكم كما ترون الان. فانا عملت تصميم له علاقه بالايه، بنفس الالوان اللي فوق، رائع جدا. ممكن ايضا او في بعض الاحيان في بعض الناس بيحبوا يحطوا العنوان تحت هنا عادي بكل بساطه، تعالى على اي مربع نص من اللي انت عملته فوق، كنترول دي، ابدا اسحبه لتحت شويه، طبعا لون النص كان ابيض فابدا اغيره باللون الاسود عشان يبان معاك، ابدا اسحب التصميم بتاعك لتحت، وابدا بقى حط تحت اللي انت عايزه، تحط الفاكس، رقم التليفون، العنوان، اي شيء اللي انت عايزه يعني، اللي انت عايزه عادي. انا هحط هنا مثلا رقم الايه او العنوان، هكتب مثلا هنا الادرس كما ترون الان اهو، وبعدين احط نقطتين واحط مثلا كايرو، شارع المدينه مثلا، مدينه ستريت مثلا كما ترون الان. ابدا بقى كبرها صغرها، حابب تحط كمان مربع نص لرقم الفاكس، الاشياء دي، كل الاشياء دي حاجات بسيطه جدا وسهله جدا. ولكن هنا ايضا يا جماعه في معلومه مهمه جدا، ان انت بقى تبدا تحفظ التصميم ده بصيغه البي دي اف، بتروح على فايل، بعدين سيف از من هنا، وبعدين براوز من هنا، بعدين ابدا اختار المكان اللي انت هتحط فيه التصميم وليكن البيكتشر، ابدا سميه بالاسم اللي انت عايزه، ولكن من هنا ابدا خليه بي دي اف كما ترون الان، بعدين سيف. كده يا جماعه حفظنا التصميم بتاعنا بصيغه البي دي اف. تعالى بقى نفتح التصميم ونشوف كيف هيكون شكل التصميم ده. التصميم هو يا جماعه اللي احنا صممناه، ننقر عليه مرتين كده بقى، شوفوا بقى يا جماعه الاحتراف والجمال في التصميم وكل شيء، يعني شغل احترافي، تناسق في الالوان، لوجو موجود في قلب التصميم، اسم الحاجه اللي انا شغال فيها. وبكده يا جماعه اكون وصلت الى نهايه هذا الفيديو، واتمنى من الله عز وجل ان انا اكون قد وفيت وكفيت، واتمنى ايضا ان اكون قد ساهمت في نشر معلومه نافعه اؤجر عليها دنيا واخره. بكل حب وتقدير واحترام اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.